تفاصيل اكتر عن هذه الزياره معنا عبر الهاتف النائب خالد عبد العزيز عضو لجنه الاسكان. اهلا بيك سياده النائب. اهلا وسهلا فندم وأهلا الحاضرين. يعني سياده النائب لو تطلعنا على تفاصيل في زيارتكم النهارده، رحتم لقيتوا شكل المشروع ازاي، لقائكم ايضا ب يعني مسؤولين هيئه يعني المجتمعات العمرانيه كان شكله ايه؟ والله حضرتك احنا وجهنا طبعا الى مدينه العلمين لايجاد حلول وحصر هذه المخالفات اذا كانت في مخالفات وحصر المشكله لايجاد حل ليها كلجنه اسكان. فاحنا طبعا وجدنا ان في بعض عدم التنظيم بالنسبه لانشاء المدينه في الاصل بالنسبه للمناسيب من 0 إلى 9 أمتار، وطبعا مش الطرف تاخر تسليم الشباب. وانا يعني انا من وجهه نظري انا هكلم حضرتك من اسلوب ثاني خالص او من زاويه ثانيه خالص. انا بناشد من هنا من كعضو لجنه الاسكان وكمستشار قانون لها، انا بقول لحضرتك لابد من رجوع ويعني لكل منطقه. اولا في شروط مكحفه جدا للشباب في مصر لاستلام الاسكان الاجتماعي، ده مشروع قومي سياده الرئيس قال عليه، ولكن صحيح. هناك شروط مكحفه جدا جدا. زي ايه يا سياده النائب؟ اقول زي حضرتك ان انا بدفع 9000 جنيه وبعد كده بدفع ثاني دفعه استلام 35000 جنيه فيما فوق. فين الشاب اللي هيقدر يدفع 35000 جنيه و675 جنيه في الشهر غير الاقساط؟ واذا كنا بنقول اقسط لكم طيب الدفعه اللي هي الكامله ب 35 او ال 40000 جنيه، طب الشاب هيدفع دفعه او هيدفع اقساط وهيدفع اقساط الاقساط الاصليه ازاي؟ احنا يعني بيدفع اقساط كل شهر وفي دفعات كبيره عبر السنوات، يعني بيدفع مقدم بعد كده يدفع اقساط كل شهر ويجي شهر دفعه ثانيه كبيره بلك كده لوكشه 35000 جنيه على الترابيزه غير ال 600 وي اللي بيدفعهم في الشهر. لا ده موضوع صعب جدا على الشباب واحنا بنمر بظروف صعبه جدا، ولكن لابد ان احنا نقف مع الناس تسهل برضه بعض الاجراءات وبعض الشروط. يعني احنا شفنا كتير لازم موظف، لا مش شرط موظف، احنا امام دلوقتي احنا ممكن نطول في نقطه الاقساط مع تخفيفا للشباب. احنا عملنا المساكن دي تخفيفا للشباب مش احباطا ليها. فانا بقول لمعالي وزير الاسكان وكاحد اعضاء لجنه الاسكان بقول لابد من تغيير الشروط المكحفه، ودي شروط صعبه جدا ان هو لازم يبقى بيحصل على او بيحصل اكتر من 1500 جنيه ويدفع منهم 675 جنيه. طب ازاي؟ طب سياده النائب هل تنوي التحرك بشكل رسمي فيما يخص هذا الملف؟ يعني حضرتك على ارض الواقع لمست العبء اللي على الشباب وحضرتك بتقول ده محبط حتى للشباب، هل تنوي التحرك طبعا بشكل رسمي؟ طبعا احنا بنحضر تخطيط دلوقتي لتوجيهه كلجنه اسكان طبعا مناوطه او مختصه بهذا الموضوع لوزير لتسهيل الحصول الشباب المصري على هذه الاسكان، الاسكان الاجتماعي، ده اسكان حتى اسم الاسكان الاجتماعي لابد ان في الناس دي يبقى فيها رعايه خاصه. الناس دي لابد ان في رعايه خاصه الشباب، الشاب مش هيقدر يقدر. وبعدين ده الحد الادنى مثلا احنا عملناه 1200 جنيه، ولكن معظم الشباب ما بيجيبوش اكتر من كده، 1200 1300، ازاي انا هدفعه 700 جنيه؟ ازاي؟ يعني دي حاجه صعبه جدا. يا سياده النائب ده اصلا لو الشباب لقى شغل، يعني يا سياده النائب ده لو الشباب اصلا لقي شغل، يعني هي دي المشكله الاكبر. كده انا بشكرك على نوم يا سياده النائب، ويا ريت ويا ريت تسمح لنا ان احنا نتابعك في هذا الشان، لانه حضرتك بتتكلم عليه فعلا عبء محبط زي ما حضرتك وصفته على الشباب في مشروع بيهدف اصلا ان احنا نرفع من معنوياتهم ونديهم مسكن سهل ان هم يحصلوا عليه وسهل ان هم يبنوا اسره وسهل ان هم يعمروا هذه المناطق. احنا يعني هنتابع ايضا مع حضرتك النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنه الاسكان، شكرا جزيلا ليك.